السلام عليكم أصدقائي الغالين. قاعد أتجول بدبي، جا ببالي كم سؤال محتاج لإجابة من عندكم. ما شفت مواطن إماراتي يشتغل سايق تاكسي، عكس ما نشوفه بالعراق وبقية بلدان العربية. مستحيل مواطن إماراتي يشتغل سايق تاكسي. وما سمعت مواطن إماراتي قاعد ببيت إيجار. ليش؟ شوفوا هذا الجمال، شوفوا هذا التطور في دبي. زين ليش إحنا مو مثلهم؟ يا ترى شنو السبب؟ اليوم تدخل إلى مستشفى في دبي كأنك داخل مول، بالاستعلامات امرأة تعزف لك بيانو حتى تغير النفسية. مول داخل مول. ليش إحنا مو مثلهم؟ مستشفياتنا المريض يدخل يمشي على رجليه يطلع على سدية. اكتبوا لي بالتعليقات ليش؟ لأن حكامهم هنا يخافون الله سبحانه وتعالى في شعبهم. ممكن تكتبوا لي ليش ما نصير مثلهم احنا؟ ولا حد لا يقول لي بالتعليقات دبي متطوره لان حاطه ايدها بيد الامريكان، والامريكان متدخلين بشؤونهم، الله وكيلكم الامريكان متدخلين بشؤون الوطن العربي كله، ومو بس حاطين ايدهم بالوطن العربي، حتى حاطين رجلهم بالوطن العربي. لا ما يبغى حقه، هذه النذريبه طال عمرك ما يبغى حقه، لا يدرونهم خذ من حقه وعطاكم. الله يطول عمرك. لكن زايد يبغى هذا الشعب. الله يديم العمر. هذا الشعب. الله يديم العمر. هذا الشعب اللي تعبان. نعم طال عمرك. والله العظيم اني لا ادري ان في شعب الامارات ناس الحين ساكنين بالاجار الين يدني مكاتبهم وطلبات. كيف هذا يسكنون بالاجار؟ كيف يحق للحاكم انه يخلي مواطن يسكن بالاجار على اللي ما عنده مزرعه ولا عنده عقار ولا عنده شيء دخل يدخل عليه انك تكتبهم وتعطيني اياه؟ نعم ما يفتهم يدرعوا وطنهم. واللي ما عنده دخل بعد نبان نشوفه ان شاء الله. الله يطول عمرك. نبان نعرفه بعد ما بترضيني انا، بترضي حتى الشعب كله. الله يطول عمرك.